الاتحادية، وأيضا لدينا مجموعة من الشركاء بما فيهم مجموعة من الجامعات. هذه التجربة أيضا يعني حتى الآن موجودة في ولاية الجزيرة، ومن المأمول أنها تنتقل عدد آخر من الولايات. مرحلتها الأولى في حدود 2000 شاب وشابة تمكنهم من إدارة الأعمال. في مرحلة ثانية هؤلاء 2000 شاب سوف يمكنون من تشغيل 10,000 شاب. وأيضا يعني المحفظة التمويلية تتحدث عن 1,500,000,000 للشاب الواحد. لذلك نحن الآن بنحس الشباب وبنشجع الشباب على أنه يتنظموا في جمعيات للإنتاج الزراعي والحيواني. هذه الجمعيات الغرض الأساسي منها أنه نحن عبرها إن شاء الله نقدر ندرب ونقدر نأهل ونقدر نوفر التمويل لهؤلاء الشباب ونقدر نطلعهم على التجارب الخارجية. 1,500,000 جنيه للشاب الواحد، تقول المحفظة التمويلية إنه نصيب الشاب بعد تأهيله وتدريبه على المشروع المراد تنفيذه. مشروع تسمين الأبقار واحدة من المشروعات الحية التي استهدفها الشباب في بناء وزيادة الإنتاج، ومثل هذه المشاريع يمكن لها أن تكون دفعا كبيرا لدخل الشباب. ناجي فاروق الشروق من داخل مزرعة الاتجاهات المتعددة أم درمان. شاهدنا لمزيد من الإضاءة حول هذه القضية انضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم المنسق الوطني لبرنامج تمكين الشباب للريادة الزراعية دكتور صالح خير الله. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور، ابتداء ما الذي دفع مئات الشباب من السودان لأن يلتحقوا بمشروعات تتعلق بقطاع الزراعة بشقيها الحيواني والزراعي، ما الذي دفع هؤلاء الشباب إلى هذا المجال بالتحديد؟